بسم الله الرحمن الرحيم. ده الفيديو الثاني للدرس الثاني الفعلي اللي احنا ماشيين بيه. طبعا زي ما شفتوا الفيديو راح، يعني اللي كنا مسجله في الكورس. ان شاء الله الفيديو ده هيكون قصير يعني قوي، يعني انتوا هتشوفوا ان احنا كل اللي خدناه في ساعتين هو في الاخر مش هيكمل معانا ربع ساعة او ثلث ساعة بالكتير. يعني هنبدأ بس نرتب المعلومات، عشان النهارده فعلا كان في معلومات تقيلة وانتوا كنتوا ضايعين شوية، ده الطبيعي. يعني الماكس ده هو كده، يعني هو المعلومة بناخدها يا اما بتتنسي بسرعة يا اما بتكون مش مفهومة قوي، لكن مع التدريب في البيت، التدريب المستمر، هتبقى الحكاية سهلة وبسيطة وخلاص هتمشوا في الموضوع كله. هبدأ بس، انا كنت في اول الكورس، في اول المحاضرة النهاردة، كنت بشرح الميرور والاونلاين. هنبدأ بالميرور، هنعمل بوكس. امر الميرور هو ان هو هيقلب لي الاوبجكت اللي قدامي حوالين محور معين. يعني انا لما اعمل له ميرور هيقول لي انت عايز تقلب البوكس ده حوالين اي محور، فانا اقول له حوالين الاكس او الواي او الزد وبمسافة معينة، تمام؟ وممكن حوالين محورين مع بعض. طبعا الكلام هيبان دلوقتي لما اختار شكل تاني. بالنسبة للنسخة الجديدة، يعني انا ممكن اقلب البوكس ده هو نفسه من غير ما اعمل اي نسخة جديدة، او اقول له اعمل لي نسخة جديدة واحتفظ لي بالنسخة الاصلية واعمل لي نسخة بقى اقلبها لي حوالين الاكس مثلا او حوالين الواي او حوالين الزد، تمام؟ ورحلها لي بمسافة معينة. النسخة دي هتكون كوبي، يعني أنا النسخة الجديدة مش هيكون ليها دعوة بالنسخة الأصلية. الانستانس الاتنين هيكونوا مرتبطين ببعض، لو هعدل في واحدة هتتعدل في التانية. أقول له مرور تاني، أغير الشكل عشان الموضوع بس يظهر أكتر. أختار السي سيكشن، هقول له ميرور حوالين الواي، اقول له كوبي ورحله لي مسافه معينه زي ما انتم شايفين. ممكن اكس واي مع بعض، هيقلبوا على الواي هيقلبوا على الاكس، فهيظهر عندي بالشكل ده. انستانس زي ما قلنا، لو هعدل في واحد هيتعدل في التاني، لو كوبي خلاص كل واحد لوحده. ده هو الميرور بشكل بسيط. لو في اي سؤال على طول يعني على الجروب انا معاك، وان شاء الله مفيش حاجه يعني صعبه في الميرور. الامر الثاني كان اونلاين. اونلاين ده شغلته ان هو يوفر عليا وقت. يعني انا كنت مثلا لما هعمل بوكس فوق بوكس مثلا، انا هحتاج كنت اني اشغل سناب، اشغل امر الموف، واخد الاكس والواي اول حاجه على النقطه دي مثلا، واقول له اطلع على زد النقطه دي، عفوا النقطه دي. يعني ممكن هتاخد وقت. وفي ناس طبعا لسه صعب عليها حكايه التحريك والموف والسناب. في طريقه تانية برضو سهله، اللي هي طريقه ايه، طريقه الانلاين. اصغره شويه بس عشان انا عايز احط البوكس ده على البوكس ده. الاونلاين هو يعني المحاذاة، فانا عايز اعمله محاذاة. امسك البوكس الاول، فعل امر اونلاين، واديله البوكس الهدف او الاوبجكت الهدف. خلاص بقول له بقى على الخطوة الاولى، اول حاجة انا هحركه على الزد، يعني انا عندي لازم احركه على الاكس والواي والزد. تمام، انا دلوقتي هغير، لما احرك البوكس ده من هنا لفوق ده انا كده هغير في الاكس والواي وفي الزد، فانا لازم اختار محورين على الاكتر. فانا عندي مثلا هختار الاكس والواي الاول واخلي الزد اللي بعدين، او اختار الزد لوحده واخلي الاكس والواي اللي بعدين. اختار الزد اول حاجه زي ما اتعلمنا، اقول المينيموم بتاع الاوبجكت الاول على الماكسيموم بتاع الاوبجكت الثاني، واقول له ابلاي، واقول له بقى في الخطوه اللي بعديها الاكس والواي بتاع الاوبجكت الاول خليه السنتر على السنتر، ابلاي اوكي. شوف ان هو يعني بغض النظر عن السكيل، فهو بس الاونلاين ممكن يوفر عليا وقت، ودي طريقه تانية عشان نحرك الاجسام، نحرك الاوبجكت.
ده باختصار الميرور والاونلاين. في ملاحظتين بس او ثلاثه على يعني انا شفت النهارده، ان انا مثلا انا عندي اكتر من بوكس، تمام. احنا لما خدنا سيلكت، قلت لكم احنا لما هنكون فاضيين كده، دلوقتي الماوس فاضي اهي مفيش اي حاجه، اعمل كليك شمال واعمل ريكتانجل من اليمين للشمال، الاوبجكت اللي هيقطع الريكتانجل هيتحدد، ومن الشمال لليمين الاوبجكت اللي هيخش جوه الريكتانجل هيتحدد، واللي هيقطعه مش هيتحدد. ده الطريقه دي في الاوتوكاد موجوده، اللي كان شغال على الاوتوكاد هيعرف انا بقول ايه. اللي لسه متعلمش اوتوكاد هي دي بس حكايه التحديد، ان انا اعمل ريكتانجل واحدد. في حاجه تانيه بقى، ان انا مثلا انا عايز احدد البوكس الازرق ده، فانا لما بعمل كده مثلا فبيتحددوا معايا كلهم. حتى لو عملت كده انا ممكن اخد معايا بوكس تاني انا مش عايزه. طب انا في الحاله دي انا بعمل بس بجيب الماوس على البوكس اللي انا عايزه واعمل كليك شمال واحده بس، انا كده خلاص حددته وافعل الامر اللي انا عايز اشتغل بيه، كان موف وان كان روتيت كان اي حاجه. دي الملاحظه الاولى في حكايه السيلكت. الحاجه الثانيه في حكايه السناب، السناب يا جماعه بنشغله بس لما نكون عايزينه. يعني مش معقول انا اشتغل احط بوكس او اي حاجه مثلا وافضل مشغل سناب كده، هيعمل لي مشكله. بص يعني هيعمل لي مشكله كبيره، ما هو بيفضل لاقط النقط وبيفضل لاقط السناب والكلام ده. فلا، السناب ده انا لما عايز اشتغل بيه، لما عايز اعمل حاجه بشكل دقيق اشغل السناب. لو مش عايزه هيفضل مقفول السناب ونشتغل احنا بشغلنا عادي من غير سناب. الحاجه الثانيه برضو في السناب، ان انا المفروض كلكم تعملوا السناب بالشكل ده، كليك يمين على السناب طبعا بتطلع لي القائمه دي. من السناب هنقول له كلير اول، وهنحدد بس ثلاث حاجات عشان بس نسهل الموضوع لنفسنا، الفيرتكس والاند بوينت والميد بوينت، نقول له شكرا. ده هو هي حكايه السناب بس اللي كان عليها ملاحظات. طيب خلينا بقى نتفق على حاجه ثالثه، ان احنا عندنا هنا القوائم دي كتير، احنا مش هنخش فيها كلها ومش عايزين نضيع نفسنا من اولها، احنا عايزين بس اول قيمتين دول. القايمه دي كرييت، والقايمه الثانيه موديفاي. قايمه الكرييت ان انا بتحتوي هنا تحت على حاجات كتير، اللي هي مثلا الجيومتري والشيبس واللايت والكاميرا والكلام ده، ان انا اضيف حاجه على المشهد، اكريت حاجه في المشهد مثلا زي البوكس كده انا عملت له كرييت. قائمة موديفاي هي التعديل على الاوبجكت اللي انا محدده، انا دلوقتي حددت البوكس واخش على قائمة الموديفاي فهلاقي التعديلات بتاعته. يعني الموديفاي، قائمة موديفاي هي التعديل على اي حاجة انا محددها قدام، ان كان جيومتري وان كان شيبس وان كان اي حاجة تانية. فعشان بس في ناس كانت ما تعرفش، يعني لما اقول لهم افتحوا قائمة موديفاي ما يعرفوش قائمة موديفاي، بس هي دي بكل بساطة قائمة موديفاي. الهدف منها ان انا هلاقي هنا اوامر ممكن اضيفها على البوكس، هلاقي هنا كل المعلومات على البوكس ان كان اسمه وان كان الاوامر اللي واخدها اصلا، يعني لما ببدله امر هلاقيه كده على طول ظهر فوق البوكس على طول، واشوف هنا ابعاده طول العرض على حسب ما المبرمج مدي الاوبجكت اللي قدامي بارامترز. دي بقى تالت حاجه.